أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الخميس 20 مايو/أيار 2021. الظروف التي تمر بها اليوم قد تجعلك تشعر أنك مضغوط جدا، تخاف من الناس بطريقة غريبة اليوم، ولكن ننصحك بأن لا تترك هذا الخوف يسيطر عليك ولا تهرب من الواقع، بل كن صامدا وواجه مشاكلك وتحداها. ابتعد عن الكافيين والكحولات. عاطفيا، المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما. مهنيا، تتصرف بعكس ما تؤمن به خاصة على الصعيد المهني. رغم حدة ذكائك إلا أنك تكون أرعنا بعض الأحيان. صحيا، حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضي.